اهلا بكم في حلقه جديده من كنترول سيستمز انجينيرنج، هندسه نظم التحكم، اعداد المهندس كورلس رفعت. ان شاء الله هنكمل مع بعض الستيت سبيس ابروتش، والنهارده هنبدا بتحويل الترانسفير فانكشن لستيت سبيس، او تحويل المعادله التفاضليه لستيت سبيس. وهنبدا باول كيس، لان السلسله دي عباره عن اكتر من كيس. هنبدا باول كيس ان الترانسفير فانكشن عندي البسط عباره عن ثابت، وبالتالي بحولها للستيت سبيس بالشكل اللي قدامنا ده. تعال نخوض في الموضوع بالتفصيل. اول حاجه قلنا ترانسفير فانكشن بتتعرف هي لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت، وبيبقى عندي المقام كثيره حدود عادي، والبسط بيبقى ثابت. قلنا دي كيس رقم واحد، ان البسط بيبقى عندي ثابت. في كيسز تانية هنشرحها في فيديوهات متتاليه. اول كيس عندنا لازم يبقى المقام هنا من درجه ان، ايا كان اس 5 اس 4 ايا كان الدرجه، درجه اس ان. وقلنا ممكن تعبر عن الطريقه الجرافيكال ان انا بمثل الانبوت عندي، وهنا ده البلوك عندي وده الاوتبوت. البلوك هو بيعبر عن ترانسفير فانكشن بلاك بوكس. وقلنا ان الان هي اعلى اوردر للمقام، ان اعلى اوردر للمقام يطلق عليها السيستم اوردر او الاوردر بتاع السيستم، والان دي مهمه جدا في الاناليسيز بتاعتي في الستيت سبيس. الستيت سبيس ايكويشن اخدناها قبل كده، اول حاجه اللي هي الستيت ايكويشن بتتعرف باكس دوت بيساوي اي كابيتال اكس زائد بي كابيتال يو. وقلنا قبل كده ان اليو هو الانبوت والاكس هو الستيت فيكتور، والاي والبي عباره عن ماتريسيز. يبقى عندي كل الحروف السمول هنا بتبقى فيكتورز، والكابيتال عندي بيبقى ماتريسيز. المعادله الثانيه اسمها الاوتبوت ايكويشن، الواي بتساوي سي كابيتال اكس زائد دي كابيتال في يو. وقلنا كمان برضو ان كل الرموز السمول عباره عن فيكتورز، والكابيتال عباره عن ماتريسيز. المعادله بتاعت الستيت ايكويشن قلنا عباره عن اي اكس زائد بي في يو، وعشان دول ترمين وهضرب ماتريسيز في بعض لازم عدد الكولومز بتاع الاول يساوي الروز بتاع الثانيه، يعني الان هنا لازم تساوي الان هنا عشان يطيروا مع بعض، بالتالي محصله دوله او ناتج ضرب دوله يطلع ان رو في واحد كولوم. نفس النظام هنا، اللي هو الكولوم الاولاني بيساوي الرو بتاع الثاني، وبالتالي ناتج الضرب هنا يطلع ان في ان، ان في واحد. عندي ان في واحد وده ان في واحد، مجموعهم يطلع ان في واحد، يبقى كده المعادله صحيحه من ناحيه الدايمنشنز. وقلنا كمان ان الانبوت عندي هيبقى سكيلر انبوت، لان الترانسفير فانكشن اللي انا شغال عليها هي لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت، وبالتالي هي سنجل اوتبوت على سنجل انبوت، فلازم يبقى عندي سنجل انبوت هنا يطلق عليه سكيلر انبوت. وعندي كمان الاكس هي الستيت فيكتور، عندي الاكس دوت هنا هي الديريفاتيف بتاعت الستيت فيكتور، عندي البي يطلق عليها الكنترول ماتريكس او الانبوت ماتريكس، الانبوت ماتريكس لان هي علاقه بالانبوت والستيتس. الاي يطلق عليها السيستم ماتريكس، والاي دي مهمه قوي في الاناليسز عندنا، دي عباره عن ان في ان. اما البي الاوردر بتاعها ان في واحد، ان في ان دي معناها ماتريكس عاديه خالص، اما ان في واحد دي معناها عندي فيكتور. فيكتور يعني عمود واحد بيتكون من ان رو، عدد ان من الصفوف. وقلنا الان هي اعلى اوردر في المقام، خلي بالك رمز السافكس اللي هو الان هنا هو اعلى اوردر في المقام الخاص بالترانسفير فانكشن، عشان كده قلنا اعلى باور في المقام مهمه جدا وبنعمل عليها الاناليسيس بتاعتنا. نروح لمعادله الاوتبوت، زي ما قلنا عندنا سنجل اوتبوت يبقى واحد في واحد، لان ترانسفير فانكشن قلنا اوتبوت على انبوت، وهي سنجل اوتبوت على سنجل انبوت، فبالتالي الاوتبوت هنا لازم يبقى سنجل، بتساوي سي في اكس زائد دي كابيتال في يو. الاكس احنا عارفينها من فوق اللي هي ستيت فيكتور. عندنا كمان الانبوت هنا اليو واحد في واحد سكيلر، عندنا قلنا الاكس ستيت فيكتور، وعندنا كمان الواي هي السكيلر اوتبوت، كلمه سكيلر يعني سنجل، معنى السي كابيتال هي الاوتبوت ماتريكس. الاوتبوت ماتريكس لان هي علاقه بين الستيت والاوتبوت. الدي ماتريكس يطلق عليها الفيد فورورد ماتريكس، لان هي علاقه مباشره بين الانبوت والاوتبوت، علاقه مباشره بين الانبوت اللي هنا والاوتبوت اللي هنا، يطلق عليها فيد فورورد ماتريكس. خلي بالك السي هنا عباره عن واحد في ان، عشان الاكس ان في واحد، عشان الان اللي هنا تطير مع الان اللي هنا، لان ان كولوم لازم تساوي ان روز للتاني، بالتالي الان هتطير مع الان يطلع لي المحصله هنا في واحد في واحد. ونفس النظام هنا، الدي ماتريكس هنا عباره عن واحد في واحد، بحيث الواحد اللي هنا يطير مع الواحد اللي هنا، المحصله تطلع واحد في واحد. واحد في واحد زائد واحد في واحد يطلع الناتج واحد في واحد، سكيلر اوت. يبقى كده المعادله صحيحه من ناحيه الدايمنشنز. وكمان قلنا ان سي كابيتال واحد في ان، كلمه واحد يعني رو واحد، ان يعني عدد ان من الكولومز، يعني ده عباره عن رو صف، عدد الاعمده فيه او عدد الاليمنت اللي فيه عباره عن ان. نرجع تاني للترانسفير فانكشن، احنا قلنا ان انا هشتغل على كيس واحد، كيس واحد يبقى البسط يبقى ثابت، ويبقى المقام عندي كثيره حدود. كثيره حدود يعني اس اس ان،
الN ده أي رقم. أول حاجة لازم أرتب المقام ترتيب تنازلي من ناحية الباور، أي حد مش موجود بحطه وأحط المعامل بتاعه زيرو إجباري، ولازم يبقى عندي الحد المطلق، لو الحد المطلق مش موجود برضه بحطه وبحط مكانه زيرو. النقطة التانية لازم يبقى معامل أعلى باور في المقام لازم يبقى واحد، يبقى لازم يبقى معامل أعلى باور في المقام بواحد، إحنا شغالين على كيس واحد يبقى لازم البسط عندي ثابت هسميه بي زيرو، زي ما قلنا لازم يبقى واحد. مباشرة أنا ممكن أحول الترانسفير فانكشن دي لستيت سبيس، عندي ان يبقى أنا طول ما أعلى باور في المقام ان يبقى لازم يبقى عندي ان ستيت، يعني من اكس واحد لاكس ان دي اسمها الستيت عندي الستيت فاريبلز، وده كله على بعضه ده الفيكتور اسمه الستيت فيكتور اللي هو ممكن أرمز له رمز اكس، ممكن أشيل الفيكتور ده كله على بعض وأحط الرمز اكس كده سمول، وعندي دي الماتريكس ايه زي ما أنت شايف كده عبارة عن ان في ان. بجيبها ازاي؟ ممكن مباشرة السلايد ده هو ملخص الفيديو، يعني انت ممكن ما تسمعش الفيديو ممكن تكتفي بالسلايد ده، لكن لمزيد من الامثله هتسمع الفيديو للنهايه. هبص على المقام زي ما قلنا لازم يبقى مترتب ترتيب تنازلي، معامل اعلى بار يبقى بواحد، الحد اللي مش موجود لازم يبقى معامله زيرو وتحطه، وهبتدي ارتب زي ما احنا شايفين كده. هنبدا من الحد المطلق، اجي على اخر صف كده في الماتريكس اللي هي A اللي هي عباره عن N في N، ابدا بالحد المطلق، الحد المطلق بيتاخد بالسالب هنا، الحد اللي بعده بالسالب اللي هو سالب A واحد، وهكذا لغايه ما اوصل لسالب A N ناقص واحد اللي هو الحد الاخير يبقى بالسالب. باقي الاليمنت اللي فوق ببدا من على الشمال 0 1 واكمل 0. طب اقف فين؟ قلنا ان دي عباره عن N في N، هنزل هنا الصف اللي بعده اشفت الواحد، الواحد اللي فوق اشفته، واكمل قبله وبعده زيروز واشفت الواحد، وهكذا لغايه ما اوصل للكولوم الاخير. الكولوم الاخير عندي لازم ينهي بواحد هنا، يعني المصفوفه او الجزء المصفوفه اللي من فوق الواحد هينتهي هنا في اخر كولوم، في اخر كولوم عندي. ولو رحنا للانبوت عندي الانبوت هيبقى سنجل انبوت عشان ده ترانسفير فانكشن، هيبقى ده عباره عن فيكتور هيبقى ان في واحد، ان في واحد يعني عدد ان من الصفوف في عمود واحد، هحط زيروز واخر اليمنت في الفيكتور ده عباره عن البسط اللي هو بي زيرو. مباشره بختار الاوتبوت هو اكس واحد، بتبقى ثابته في كيس واحد، وبالتالي اكس واحد يبقى انا هحط هنا ده الفيكتورز عندي، ده الفيكتور اللي هو الستيت فيكتور او الستيت فاريبلز عموما بتتحط من اكس واحد لاكس ان، لان قلنا ان نفس الستيت فيكتور اللي فوق بينزل تحت هنا، وابتدي احط هنا قلنا رو، السي عباره عن رو، اول عنصر بيبقى واحد والباقي زيروز، بتبقى ثابته في الشكل ده زي ما قلنا واحد اهو. نبدا بامثله عشان نبقى فاهمين الموضوع، هنحل بالطريقه المختصره، هنحل بالطريقه التفصيليه عشان نفهم كل حاجه. اول حاجه دي ترانسفير فانكشن عايز الستيت سبيس بتاعها، ده الانبوت ار كابيتال والاوتبوت سي كاب. زي ما قلنا اول حاجه ابص على المقام، هل المقام مترتب ترتيب تنازلي؟ اه كل الحدود موجوده تمام، لو في حد مش موجود كان مثلا اس مش موجوده بحط الاس واضرب قدامها زيرو احط هنا زيرو، طب لو الحد المطلق مش موجود اه حط مكانه زيرو، لازم يتحط العناصر دي عشان بتبقى مهمه في الاناليسيس. مترتبه ترتيب تنازلي تمام، اعلى باور في المقام اللي هي اس تكعيب، اعلى باور يعني 3، البسط ثابت يبقى دي كيس واحد، البسط ثابت وهنا اعلى باور 3 يبقى الان ب 3، زي ما قلنا احنا شرحنا الايه عباره عن ان في ان، يبقى الايه تبقى 3 في 3 يبقى ماتريكس 3 في 3، البي ان في واحد يعني تبقى 3 في واحد، يعني ده عباره عن فيكتور في 3 اليمنت كروز، وعندي كمان السي عباره عن 1 في ان، 1 في ان ده عباره عن رو، 1 في 3 يعني رو في 3 اليمنت ككولوم، يعني 1 رو في 3 كولوم، ادي 1 في 1، ودايما هنا في الفيديو ده او في الطريقه دي او في الكيس دي هتبقى بزيرو دايما، ادي دايما هتبقى بزيرو طول ما البسط بثابت. اول حاجه لازم اتاكد ان معامل اعلى باور في المقام بواحد، طب لو ما كانش بواحد تقسم الترانسفير فانكشن بسطا ومقاما على العنصر ده، بحيث لازم يبقى ده واحد، لو كان 2 هنا يبقى اقسم المعادله كلها بسطا ومقاما على 2، بحيث ان لازم اخلي المعامل ده بواحد. هنحل بالطريقه التقليديه، الطريقه التقليديه بتقول لك ان دي عباره عن ترانسفير فانكشن، هجيب الاوتبوت على الانبوت بيساوي ترانسفير فانكشن، هضرب كده الاوتبوت في المقام بيساوي الانبوت في البسط، تبقى الناحيه دي لازم الاوتبوت يبقى على الشمال، ده متعارف عليه في الكنترول ان الاوتبوت ناحيه الشمال والانبوت ناحيه اليمين. زي ما اتعلمنا قبل كده في فيديوهات قبل كده، اس تكعيب معناها التفاضل الثالث لسي، واس تربيع معناها التفاضل الثاني لاس التفاضل الاول، الثابت مضروب في سي كابيتال لما يتحول التايم دومين يبقى ثابت سي سمول زي ما انت شايف كده. ال 24 ار كابيتال تبقى 24 ار سمول، والكلام ده شرحناه بتفصيل
في حالة الترانسفير فانكشن في فيديوهات سابقة، وزي ما احنا شايفين كده ممكن هنا المسألة تبدأ عندك ترانسفير فانكشن بالشكل ده أو بالشكل ده، أو ممكن تبدأ معاك معادلة تفاضلية. يبقى تاني الطريقة أو الكيس واحد ممكن يبدأ معاك بالترانسفير فانكشن تبتدي تحل بالطريقة دي لغاية ما توصل بمعادلة تفاضلية، أو ممكن يبدأ معاك بمعادلة تفاضلية. أبص للمعادلة التفاضلية إزاي؟ لازم أرتب الأوتبوت هنا تفاضلات الأوتبوت، أرتبه ترتيب تنازلي، يعني التفاضل الثالث الثاني التفاضل الأول مفيش تفاضل، لازم أرتبه ترتيب تنازلي. والناحية اليمين بيبقى الإنبوت، طبعا هنا طول ما الإنبوت مضروب في ثابت يبقى دي كيس واحد، ولازم يبقى معامل أعلى تفاضل عندي بواحد. طب لو ما كانش بواحد معامل أعلى تفاضل بقسم المعادلة كلها على الثابت اللي هنا، بحيث إن لازم المعامل ده بيبقى بواحد. يبقى ده لو انا بادئ بترانسفير فانكشن هوصل للديفرنشال ايكويشن، لو انا بادئ بالديفرنشال ايكويشن اتاكد ان المعامل واحد ومترتبه ترتيب تنازلي وعندي كمان كل الحدود مش كل الحدود موجوده. قلنا الان ب 3، طول ما الان ب 3 او هنا التفاضل الثالث اعلى تفاضل اللي هو التفاضل الثالث، او الان بتساوي 3 من السلايد اللي فات اللي هي اعلى باور في المقام ب 3، يبقى هنا بختار عدد الستيتس، الستيتس بتساوي اعلى باور في المقام او اعلى تفاضل للاوتبوت، اعلى تفاضل للاوتبوت هنا اعلى تفاضل 3 بختار 3 ستيت. بقول هنا ان اكس 1 بتساوي الاوتبوت، دي ثابته سواء السي هنا الاوتبوت هو السي، سواء كان السي موجود في المعادله او مش موجود، يعني 24 سي دي لو مش موجوده في المعادله لازم اختار اكس 1 بتساوي الاوتبوت اللي هو بدون تفاضل سي، وبالتالي هختار الستيت الثانيه اسميها سي دوت اللي هي تفاضل الاوتبوت، اكس 3 بتساوي سي دبل دوت اللي هي تفاضل الاوتبوت مرتين. الاسطمبه دي ثابته في حاله ان انا بفاضل ثلاث مرات، ان اعلى تفاضل ثلاث مرات او التفاضل الثاني، فدي الاسطمبه دي ثابته، لازم اختار الستيت الاولى بالاوتبوت، الستيت الثانيه بتفاضل الاوتبوت، الستيت الثالثه بتفاضل الاوتبوت مرتين. حاله سواء سي وسي دوت وسي دبل دوت مش موجوده في المعادله برضه بختار الكلام ده بناء على الستيتس عندي، حتى لو مش موجوده في المعادله لازم تبقى نفس الشكل. انا عندي هنا الستيتس اهي، انا محتاج تفاضلاتها، اروح افاضل المعادله دي اكس 1 دوت بتساوي سي دوت، سي دوت من هنا بتساوي ايه؟ اكس 2، يبقى هتساوي اكس 2. هفاضل الستيت الثانيه يبقى اكس 2 دوت من هنا بتساوي سي دبل دوت، سي دبل دوت من هنا بتساوي اكس 3، هروح لاكس 3 دوت افاضلها بسي تريبل دوت، لان دي سي دبل دوت افاضلها بسي تريبل دوت. سي تريبل دوت هنا مش موجوده ناحيه الشمال، بص كده على المعادله فوق موجوده في المعادله التفاضليه اهي، يبقى امسك سي تريبل دوت اللي هي هنا دي اخليها في طرف لوحدها واودي ده كله الناحيه الثانيه بالسالب، انا وديت كل الترمز الباقيه بالسالب الناحيه الثانيه. طب ارجع تاني، السي هنا باكس 1، السي دوت باكس 2، السي دبل دوت باكس 3، ابتدي اعوض بالستيت عندي، عوضت بالستيت اهي. هنلقى هنا اكس 3 دوت عباره عن داله في اكس 1 واكس 2 واكس 3 والانبوت اللي اسمه ار، يبقى انا احاول اعيد كتابه اكس 1 دوت واكس 2 دوت كداله في اكس 1 واكس 2 واكس 3 والانبوت كمان، بمعنى ان هنا اكس 1 دوت بتساوي اكس 2 بس، يبقى انا هضيف بالترتيب اكس 1 اكس 2 اكس 3 والانبوت اللي هو ار. اكس 1 هضربها في 0 لان هي مش موجوده دي المعادله الاصليه اهي، اكس 2 مضروبه في 1 لو لاحظت هتبقى مضروبه في 1، اكس 3 انا ضفتها هضربها في 0 والانبوت اضربه في 0، بحيث ان المعادله دي تطلع نفس المعادله اللي هنا اللي هي قبل ما احول. نقدر نحول اكس 3؟ اه، اكس 3 اقدر احولها في معادله اكس 1 واكس 2 واكس 3 والانبوت، هيبقى كله زيروز ما عدا اكس 3 معاه 1. لو لاحظت دي عباره عن معادلات، المعادلات دي يمكن ان انا احولها لماتريسيز فورم اللي هو الستيت سبيس فورم عندي، يبقى هقول كده اكس 1 دوت اكس 2 دوت اكس 3 دوت، احطها في فيكتور اكس 1 اكس 2 اكس 3 موجوده في الثلاث معادلات، يبقى اكس 1 اكس 2 اكس 3، هبتدي كده احط الماتريكس ايه؟ هبدا هنا لازم تبقى الستيتس مترتبه اكس 1 اكس 2 اكس 3، يبقى 0 1 0، احط هنا الاول 0 1 0، المعادلة الثانية 0 0 1 0 0 1، المعادلة النهائية في اكس 1 واكس 2 واكس 3 سالب 24 سالب 26 سالب 9، تطلع بالشكل اللي قدامك ده. نروح للانبوت، يبقى الانبوت واحط فيكتور، قلنا ليه بحط فيكتور هنا؟ عشان ده عبارة عن البي، البي هنا 3 في 1، هحط هنا 0 المعادلة الأولانية معاها 0، المعادلة الثانية 0، المعادلة الثالثة 24 زي ما أنت شايف كده. وهنا حطينا الماتريكس ايه 3 في 3 لأن الان ب 3 فطبيعي الايه تطلع 3 في 3. وعندي الان برضو بتلاتة يبقى عندي تلاتة ستيت، والتلاتة ستيت متفاضلين ناحية الشمال. هروح للاوتبوت عبارة عن اكس 1، يبقى في الستيت سبيس الواي هو الاوتبوت بيساوي اكس 1، طب اكس 1 بيساوي ايه؟ سي. دي اقدر احولها لستيت سبيس ايكويشن او ستيت ايكويشن،
او ماتريسيز فورم. اقدر ازاي؟ اكس 1 هتبقى بس هي اللي موجوده، يبقى اكس 2 معاها 0، اكس 3 معاها 0، والانبوت معاها 0. يبقى احطها كده اكس 1 اكس 2 اكس 3، الاكس 1 بس اللي معاها 1 والباقي زيروز. طبعا ما فيش انبوت هنا، يبقى الدي تيرم بزيرو. قلنا الدي تيرم دايما بزيرو، اللي هو زائد دي في يو. الدي هنا ما فيش ار هنا، ما عنديش هنا انبوت، فبالتالي بتبقى زيرو. لو احنا لاحظنا هنا هنلقى السي عباره عن رو، اول قيمه دايما هي اللي بتبقى بواحد والباقي زيروز، وقلنا دي عباره عن 1 في 3، 1 في 3 عشان رو. ممكن مباشره من الترانسفير فانكشن نقدر نجيب الستيت سبيس ريبريزنتيشن زي ما اتعلمنا في اول سلايد. اجيبها ازاي؟ هنا اس اس 3، يبقى عندي 3 ستيت، ده اعلى تفاضل في المقام، معامل اس تكعيب بواحد، تمام. يبقى كده هي في الفورم بشكل صحيح. رقم 2، هل البسط ثابت؟ البسط ثابت، يبقى دي كيس 1. يبقى ابتدي احط عندي الماتريسيز، يبقى الاي هتبقى 3 في 3، البي 3 في 1، السي 1 في 3، الدي دايما هتبقى بزيرو طول ما البسط ترانسفير فانكشن بثابت. هيبقى عندي هنا بواحد زي ما قلنا، هتبقى المعادلات بالشكل ده. ركز معايا كده، ادي الثلاثه ستيت وادي تفاضلاته. الاي عباره عن 3 في 3، وادي الار اللي هو الانبوت هنا بيبقى سمول، وادي 3 في 1. وعندي كمان هيبقى المقام مترتب ترتيب تنازلي، تمام، وكل الحدود موجوده. قلنا الحد اللي مش موجود بتحط المعامل بتاعه بزيرو، ولازم يتكتب في المعادله. هنبدا من الناحيه اليمين، ادي الحد المطلق بيتحط بالسالب، ال 26 هنا اللي بعدها بتتحط بالسالب، ال 9 بتتحط بالسالب مع اخر صف في الماتريكس A. قلنا ماتريكس A هنكملها ازاي؟ ببدا 0 1، انا محتاج 3 عناصر في الرو في الصف الواحد، يبقى 0 1 اكمل او انهي بزيرو. الواحد هيتشاف تيجي هنا، هكمل قبله 2 زيروز، خلاص كده بقيت ادي 3 وادي 3 وادي 3، كده ماتريكس A خلص. هروح لماتريكس B، اخر عنصر بحطه بالبسط 24 تحط 24، واكمل فوق منها زيروز. يبقى عندي كده 2 0 عشان هي عباره عن 3 في 1. لو رحنا الواي عباره عن اكس 1، واكس 1 عباره عن الاوتبوت اللي هو سي. مباشره هحط عندي الستيت فيكتور اهو، واحط كده رو، واقول ان الرو اول عنصر فيه 1 عشان انا شغال مع اكس 1، واحط 2 زيروز عشان السي عباره عن 1 في 3، يعني رو من 3 عناصر. كده انا خلصت ان انا حولت ترانسفير فانكشن لستيت سبيس ريبريزنتيشن عن طريق الستيت ايكويشن وعن طريق الاوتبوت ايكويشن. لو انا بعد كده حبيت اروح ارسم، هروح ادور على المعادلات اللي فيها تفاضل الستيتس، تفاضل الستيتس اللي هي كانت ناحيه اليمين، اللي هي اكس 1 دوت واكس 2 دوت واكس 3 دوت اللي انا كنت جايبهم في السلايدات اللي فاتت، ومعايا الاوتبوت كمان. بدور على اخر ستيت متفاضله، يبقى اخر ستيت متفاضله اللي هي اخر معادله للستيت اللي متفاضله. ببدأ بسامنج بوينت ناحية الشمال، ناتج السامنج بوينت ده عبارة عن اللي هو آخر ستيتمنت فاضلة اللي هي اكس 3 دوت، اكس 3 دوت عشان أحصل منها على اكس 3 بكاملها، يبقى أكمل اكس 3 دوت مباشرة أحصل على اكس 3. طب اكس 3 بتساوي إيه؟ بتساوي اكس 2 دوت هنا من المعادلة دي، اكس 2 دوت دي عايز أكملها عشان أحصل منها على اكس 2، اكس 2 أصلا بتساوي إيه؟ اكس 1 دوت، يبقى اكس 1 دوت هنا عايز أكملها عشان أحصل على اكس 1. طب ما اكس 1 هي الاوتبوت اللي هي سي عموما. قبل ما نكمل احنا قلنا الان ب 3، طيب طول ما الان ب 3 يبقى الاي ماتريكس 3 في 3، عندي 3 ستيت، عدد التكاملات الموجوده في البلوك دايجرام بيبقوا 3، يبقى الاعلى باور في المقام اللي هي الان بتعبر عن عدد الستيتس وبتعبر عن عدد التكاملات اللي موجوده في البلوك دايجرام. طول ما عندي ب 3 يبقى 3 تكاملات. خلي بالك ممكن التكامل ده اشيله واحط مكان واحد على اس، لان قلنا واحد على اس بيعبر عن تكامل، يعني ممكن اشيل التكامل ده واحط هنا واحد على اس في كل بلوك. كده احنا خلصنا دي. طب انا هل اكس 3 دوت دي في المعادله هنا بتساوي ايه؟ بتساوي ايه؟ ده بتساوي عباره عن مجموع من الترمز، مجموع من الترمز اللي عندي. طيب يبقى نبدا مع بعض كده. اول حاجه هنا اكس 3 مضروبه في سالب 9، يبقى الاكس 3 دوت عباره عن ناتج مجموع ده اللي هي اكس 3 ناتج السامنج بوينت. ركز معايا كده، هروح اخد اكس 3 اضربها في سالب 9، لا انا مش هضربها في سالب 9، انا هضربها في 9، ادي اكس 3 اهي، اضربها في 9 وارجعها هنا بالسالب على السامنج بوينت، يبقى انا خلصت من الترم ده. الترم اللي بعده اكس 2 مضروبه في سالب 26، ادي اكس 2، يبقى اخد من هنا 26 وارجعها بالسالب، بدل ما اضرب ال 26 في سالب لا ارجعها بالسالب، يبقى خلصت من الترم اللي هنا. الترم اللي بعده عباره عن اكس 1 مضروب في 24، يبقى اكس 1 مضروب في 24 اهو وراجع بالسالب. كده انا خلصت من كل الترمز دي، فاضل عندي الترم بتاع الانبوت.
الانبوت دايما بفرضه ناحيه الشمال، يبقى هو الار ده الانبوت، بضربه في كام؟ في 24، وهيدخل عندي على السامنج بوينت، داخل باشاره ايه؟ موجه، بقى احط موجه. وبالتالي الاكس 3 دوت عباره عن ايه؟ عباره عن محصله الفيدباك اللي عندك ده، محصله الفيدباك مع الانبوت عندي. دايما في الكونستانت عندي اللي هي الثوابت دي يطلق عليها جين، بمثلها بمثلث. الجينز عندي بمثلها بمثلث زي ما انتم شايفين كده، واتجاه المثلث بيعبر عن اتجاه السيجنال، يعني السيجنال جايه كده، فسهم او راس المثلث تبقى ناحيه الشمال، تمام؟ هنا السيجنال جايه من الشمال لليمين، يبقى راس المثلث كده تبقى ناحيه اليمين. ده في حاله ان انا بمثل الستيت سبيس بحاله او البلوك دايجرام. ناخد مثال تاني، المثال ده بيقول لك عندي معادله تفاضليه، هنا مش بادئ بترانسفير فانكشن، هنا بادئ بمعادله تفاضليه. ايه الغريب في المعادله التفاضليه هنا؟ التفاضل الثالث، الثاني، الاول، واي، والانبوت عندي مضروب في ثابت. طول ما الانبوت مضروب في ثابت يبقى ده كيس واحد، الحاله الاولى اللي انا شغال عليها. قلنا اعلى تفاضل هنا التفاضل الثالث للاوتبوت، يبقى الان ب 3، يبقى ده بيعبر عن عدد الستيتس يبقوا 3، الماتريكس A تبقى 3 في 3، الماتريكس B تبقى 3 في 1، البي تبقى 1 في 3، والدي 1 في 1، وهتبقى بزيرو هنا عشان الانبوت مضروب في ثابت. بس في مشكله، ان احنا قلنا لو بدات بمعادله تفاضليه لازم يبقى اعلى تفاضل عندي للاوتبوت لازم يبقى معامله بواحد، هنا معامله باثنين، يبقى ما اعرفش اشتغل هنا، لازم احول المعامل ده بواحد. بواحد يبقى قاسم المعادله دي كلها على 2 عشان اتخلص من الاثنين اللي هنا، زي ما انتم شايفين ده الناتج النهائي. طبعا دي تكعيب على دي 3 تكعيب اللي هي التفاضل الثالث، اعبر عنها عن بطريق واي تريبل دوت، وبقيت عندي المعادله التفاضليه. ابتدي احل بالطريقه التقليديه، يبقى عندي 3 ستيت، يبقى الستيت الاول بيساوي الاوتبوت، سواء الاوتبوت موجود في المعادله او مش موجود. اكس 1 بتساوي الاوتبوت، اكس 2 بتساوي تفاضل الاوتبوت، اكس 3 بتساوي التفاضل الثاني للاوتبوت، يبقى ادي الثلاثة ستيت عندي. هبتدي افاضل الستيت الاولى هنا، الواي دوت هنا بتساوي اكس 2 من المعادله الثانيه، هفاضل الستيت الثانيه يبقى اكس 2 بتساوي واي دبل دوت، الواي دبل دوت هنا بتساوي اكس 3 من المعادله الثالثه، معايا هنا كمان اكس 3 دوت بتساوي واي تريبل دوت. دايما اخر معادله دي مش هتلاقيها ناحيه الشمال، يبقى واي تريبل دوت هتجيبها من فين؟ من المعادله دي، يبقى خلي واي تريبل دوت في طرف والباقي ده كله اوديه بالسالب الناحيه الثانيه زي ما انت شايف كده. هبتدي اعوض عن واي والواي دوت والواي دبل دوت بالستيتس بتاعتها زي ما انت شايف كده. عندي بقي المعادلات اللي هي اكس 3 دوت عباره عن داله في اكس 1 واكس 2 واكس 3 والانبوت. طب هنا الاكس 1 دوت داله في اكس 2 بس، ينفع احولها لاكس 1 واكس 2 واكس 3 والانبوت؟ ينفع. ازاي؟ ان انا احط مع اكس 2 1 واحط زيروز مع باقي المتغيرات، وابدا بالترتيب اكس 1 اكس 2 اكس 3 والانبوت في النهايه. ونفس المعادله الثانيه، ادي اكس 1 اكس 2 اكس 3 والانبوت، اكس 3 هنا بس يبقى احط معاها واحد والباقي احط زيروز، احول دي لماتريكس فورم، وما انساش كمان ان الاوتبوت بيساوي اكس 1. لما انا احوله للماتريكس فورم عندي هيطلع بالشكل ده، خدت القيم وعملت لها اسقاط على طول في الماتريسيز، وادي الاي 3 في 3، البي 3 في 1، وعدد الستيتس 3 اهو، وعندي انبوت وحيد. هنا على فكره هيبقى يو مش ار، تمام؟ لان المعادلات اللي فاتت كانت يو. الواي بتساوي اكس 1، طب اكس 1 تبقى ايه؟ 3 ستيت، واول عنصر في الرو الخاص بالسي بيبقى بواحد والباقي زيروز. ممكن مباشرة احول دي لترانسفير فانكشن واشتغل بالطريقة اللي انا شرحتها اللي هي الطريقة المختصرة. احول دي لترانسفير فانكشن بالفيديو الاولاني اللي احنا شرحناه الخاص بترانسفير فانكشن. دي تكعيب، دي بتعبر عن اس تكعيب، يبقى 2 اس تكعيب، 4 اس تربيع، 6 اس، والحد المطلق يبقى 8 زي ما هو، ده كله في المقام. وعندي هنا ال10 تبقى في البسط، يبقى لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت، دي الترانسفير فانكشن. ابص هنا اس تكعيب كل الحدود موجوده ومترتبه ترتيب تنازلي، اعلى باور 3، يبقى فعلا عندي 3 ستيت وعندي 3 انتجريتور في البلوك دايجرام، معامل اس تكعيب ب2، وبالتالي دي مشكله لازم احولها اخليها بواحد. يبقى معامل اس تكعيب ب2، لا ده احولها بواحد، يعني اقسم المعادله بسطا ومقاما على 2. بقيت ترانسفير فانكشن بالشكل المعتاد. هنا البسط ثابت مترتبه، معامل ده واحد، الدنيا تمام. الستيتس هيبقى عددهم 3، هبتدي وقتها احط الماتريسيز، ادي الثلاثة ستيت، هبص على المقام مترتب يبقى تمام، ادي الاربعه تتحط بالسالب، الثلاثة بالسالب، الاثنين بالسالب. هكمل الماتريكس ايه؟ قلنا ايه عباره عن 3 في 3، يبقى احط بالبدايه ثابته 0 1 دي ثابت، هحط كمان 0 عشان اقفلهم ثلاث عناصر، الواحد ده يتشف تيجي يمين واحط قبله 2 زيروز. بص كده الواحد هنا في اخر كولوم خاص بالعناصر اللي فوق، الواحد هيبقى في اخر كولوم هنا، تمام؟ هنروح بعد كده للبي اللي هنا، ده الانبوت اللي اسمه يو، سوري هنا يو تبقى يو، دي ار غلط، هنا تبقى يو.
عندي هيبقى آخر عنصر بخمسة، ويحط اتنين زيروس عشان البي عندي تلاتة في واحد. الواي ثابتة بتساوي إكس واحد، إكس واحد تمام؟ يبقى الواي بتساوي إكس واحد، مفيش سي هنا، مفيش سي دي غلط، دي هتتمسح. يبقى ممكن أحطها كده إكس واحد إكس اتنين إكس تلاتة، وأحط واحد هنا والباقي زيروس، ودي بتبقى الفورمة ثابتة، لازم الواحد مع أول عنصر. لو أنا حبيت أرسم البلوك دايجرام للمسألة دي، بروح للتفاضلات بتاعت الستيتس، آخر ستيت متفاضلة اللي هي إكس تلاتة دوت، هبتدي اعمل سامنج، خارج السامنج بوينت ده اكس 3 دوت، هكملها عشان احصل على اكس 3، واكس 3 هي اكس 2 دوت من هنا، اكس 2 دوت دي هكملها عشان احصل منها على اكس 2، اكس 2 من هنا هي اكس 1 دوت، يبقى اكس 1 دوت هكملها عشان احصل على اكس 1. طب الاكس 1 هي ايه؟ هي الواي تمام. وبالتالي عندي هنا كده كام انتجريتور؟ 3، لان عندي اعلى تفاضل 3، او اعلى باور في الترانسفير فانكشن في المقام 3، او عدد الستيتس 3. وبالتالي هنروح لاكس 3 دوت، هبدا باكس 3 مضروبه في سالب 2، يبقى اكس 3 كده هرجع بيها اضربها في 2 وارجع بالسالب هنا على السامنج بوينت. الاكس 2 مضروبه في 3، مضروبه في 3 وراجع بالسالب. معايا كمان الاكس 1 مضروبه في 4 وراجع بالسالب. هروح كمان للانبوت، الانبوت هنا هيبقى يو بدل ار، في خطا هنا، تبقى دي يو عشان المعادله هنا يو، هتبقى دي يو مضروبه في كام؟ مضروبه في 5. الناتج ده رايح بالموجب على السامنج بوينت، يبقى الاكس 3 دوت هي المعادله دي كلها، وانا كده حولتها لبلوك دايجرام زي ما انت شايف، تمام؟ نروح لمثال تاني، بيقول لي عندي بلوك دايجرام بالشكل كده، الانبوت ار والاوتبوت سي، اكتب الستيت ايكويشن واكتب الاوتبوت ايكويشن للفيز فاريبل ريبريزنتيشن. الستيت سبيس احيانا يطلق عليه فيز فاريبل ريبريزنتيشن، باكد تاني طريقه حلي في الفيديو ده خاصه بكنترولابل كانونيكال فورم، يبقى الطريقه اللي بحل بيها دي اسمها كنترولابل كانونيكال فورم. نبص هنا على الترانسفير فانكشن، البسط ثابت تمام، المقام مترتب ترتيب تنازلي، كل الحدود موجوده تمام، اعلى باور عندي في المقام اللي هي اس اس 4، اس اس 4 يعني الان ب 4، يبقى الاي عباره عن 4 في 4، البي 4 في 1، السي 1 في 4، او الدي 1 في 1 وب 0 عشان البسط ثابت. نروح بعد كده نبص على معامل اس اس 4، معامل اس اس 4 بكام؟ بواحد. بواحد يبقى الترانسفير فانكشن دي صحيحه، اقدر اشتغل عليها على طول. ممكن اشتغل عليها على طول ازاي؟ يبقى كام ستيت عندي هنا؟ الان ب 4، يبقى 4 ستيت من اكس 1 لاكس 4. الناحيه اللي على الشمال تفاضلاتها، الماتريكس ايه عباره عن 4 في 4. اروح بعد كده للمقام، ابدا كده، يبقى ال 100 تتحط بالسالب، ال 7 هنا تتحط بالسالب، العشرة تتحط بالسالب، العشرين تتحط بالسالب، خلصنا اخر رو. قلنا الباقي فوق بيبقى ابدا من زيرو واحد، هحط كام زيروز بعدها؟ زيرو زيرو عشان يبقى ده اربعة. هشفت الواحد هنا، هيبقى اتنين زيرو قبله، وادي الواحد وزيرو بعده عشان يبقى العناصر اربعة. هشفت الواحد يبقى هنا، يبقى احط قبله تلاتة زيروز عشان يبقى عدد العناصر دول اربعة، هتلاقي دي اربعة في اربعة. عندي الانبوت هنا ار زي ما انتم شايفين كده، احط اخر اليمنت عبارة عن البسط، البسط ب 100 احط هنا 100. يبقى احط فوق منه 3 زيروز عشان يبقى دي عباره عن 4 في 1 هي البي. وعندي كمان الاوتبوت واي بيساوي اكس 1، اكس 1 اللي هو معناه اول ستيت، والاوتبوت هنا عباره عن سي. خلي بالك الواي ده الاوتبوت بتاع الستيت سبيس ريبريزنتيشن، اما السي هو الاوتبوت بتاع ترانسفير فانكشن، والاثنين متساويين، مجرد ان هي رموز متعارف عليها مش اكتر. لو حولتها كده ادي الستيت عندي فاريبلز من اكس 1 لاكس 4، بحط الواحد هنا واكمل 3 زيروز عشان دي عباره عن رو 1 في 4 اللي هي السي. تعالى نحل بالطريقه التقليديه، الطريقه التقليديه بتقول انك الترانسفير فانكشن يبقى هي لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت، هبتدي اضرب الاوتبوت في المقام والانبوت في البسط واطلع المعادله بالشكل ده. زي ما قلنا اس اس 4 معناها التفاضل الرابع، فابتدي احولها لمعادله تفاضليه زي ما احنا شايفين هنا او زي ما احنا اتعلمنا. المعادله التفاضليه يبقى عندي هنا اعلى تفاضل للاوتبوت 4، يبقى كام ستيت؟ 4. اول ستيت هو الاوتبوت، الستيت الثاني اكس 2 اللي هو سي دوت، اكس 3 بسي دبل دوت، اكس 4 بسي تريبل دوت، لازم افرض 3 ستيت وابدا من الاوتبوت وازيد تفاضليا في كل مره لغايه ما انهي باخر ستيت. المعادلات اللي على الشمال دي هبتدي افاضلها ناحيه اليمين، يعني اكس 1 هفاضلها تبقى اكس 1 دوت سي دوت، سي دوت من هنا باكس 2 تمام، يبقى دي بتساوي اكس 2. هفاضل المعادله دي احطها ناحيه اليمين، يبقى اكس 2 دوت بتساوي سي دبل دوت، عندي السي دبل دوت من هنا بتساوي اكس 3، ومن هنا هفضل لي تبقى اكس 3 دوت بيساوي سي تريبل دوت، سي تريبل دوت من هنا بتساوي اكس 4. هروح للمعادله دي نفضلها، يبقى اكس 4 دوت بتساوي سي بين قوسين 4، دي بين قوسين معناها التفاضل الرابع.
لو حطيت سي أس 4 بس كده دي معناها مرفوعة الباور 4، لكن لما أقول سي بين قوسين 4 دي معناها التفاضل الرابع لسي. التفاضل الرابع لسي أجيبه منين؟ من المعادلة اللي فوق. يبقى أخلي ده في ترم لوحده وأودي كل ده بالسالب الناحية التانية. وديت كل الترمز بالسالب أهي، وأدي عندي الإنبوت الناحية اليمين. عوض عن سي وتفاضلاتها هنا بالستيت ناحية الشمال وأحط القيم. حطيت القيم لازم يبقى بالترتيب اكس 1 اكس 2 اكس 3 اكس 4. لو عوضت بالقيم ولقيتها مش مترتبه لازم ترتبها كده. هنا عندي لازم كل تفاضل من الاستيت دي يبقى داله في الاستيت الاصليه اللي هي من اكس 1 لاكس 4 والانبوت. يبقى احول دي لاكس 1 لاكس 4 والانبوت عندي. الاكس 2 هي بس اللي موجوده، يبقى اكس 2 بس اللي بيبقى معاها 1 والباقي كله زيروز. نفس النظام مع الثانيه، اكس 3 هي بس اللي موجوده اضربها في 1 والباقي بزيروز. اكس 4 تبقى هي بس اللي معاها 1 والباقي زيروز. زي ما احنا شايفين كده. اقدر احول الشكل ده الماتريكس فورم؟ زي ما انتم شايفين كده مباشرة. ادي احط هنا اكس 1 دوت لغاية اكس 4 دوت ناحية الشمال. اكس 1 لاكس 4 ناحية اليمين. وابتدي احط القيم هنا، اقول 0 1 0 0 0 1 0 0. المعادلة الثانية هكذا وهكذا، والمعادلة الثالثة سالب 100 سالب 7 سالب 10 سالب 20. ادي القيم بالترتيب. معايا الانبوت هنا 0 0 0 100 0 0 0 100، ده مضروب في الار. الاوتبوت معادلته ثابته، واي بتساوي اكس 1. طب الاوتبوت هنا في المعادله التفاضليه سي. يبقى مباشره احط الاربعه ستيت واحط عندي رو اول قيمه بواحد، ده عباره عن الاوتبوت ايكويشن. وزي ما قلنا ده عباره عن السي كابيتال ماتريكس، دي سي كابيتال ماتريكس. لو انا حبيت ارسم عندي اربع معادلات تفاضليه للستيت فاريبلز، يبقى اروح اعمل السامنج. اخر معادله تفاضليه للستيت فاريبلز انهي معادله؟ انا باخد المعادلات دي اللي هي المعادلات دي اللي هي اكس 1 دوت لاكس 4 دوت، هي دي المعادلات دي. مش محتاج الجزء ده، لا باخد المعادلات الاصليه اكس 2 اكس 3 اكس 4 والمعادله النهائيه دي. هبتدي ارسمها، باخد اخر معادله خاصه بالستيتمنت فضل واروح اقول سامنج. خارج السامنج ده عباره عن اكس 4 دوت اللي هي اخر ستيتمنت فضل. هبتدي احط كام تكامل هنا زي ما اتعلمنا؟ هيتحط 4 تكامل، لان عندي 4 ستيت وعندي اعلى تفاضل 4 وعندي اعلى باور في المقام 4. هفاضل تفاضل اكس 4 دوت يطلع اكس كام؟ يطلع اكس 4. اكس 4 بتساوي ايه هنا؟ اكس 3 دوت. اكس 3 دوت اكملها عشان احصل على اكس 3. اكس 3 بتساوي اكس 2 دوت. اكس 2 دوت دي اكملها عشان احصل على اكس 2. طب اكس 2 دي بتساوي ايه؟ اكس 1 دوت. اكس 1 دوت اكملها عشان احصل على اكس 1. اكس 1 هو عباره عن الواي او السي. وبالتالي عندي اربع تكاملات. نفس النظام هرجع تاني السامنج اللي هي خارجها اكس 4 دوت اللي هي عباره عن المعادله دي. هبتدي ابدا اكس 4 مضروبه في سالب 20، اجي من هنا اكس 4 اضربها في 20 وارجعها بالسالب. عندي كمان اكس 3 مضروبه في 10 وراجعه بالسالب اهو. عندي كمان اكس 2 مضروبه في 7 وراجعه بالسالب، ادي اكس 2 خلي بالك اكس 2 مضروبه في 7 وراجعه بالسالب. عندي الاكس 1 مضروبه في 100 وراجعه بالسالب. ما انساش عندي الانبوت، الانبوت دايما بيتمثل من ناحيه الشمال مضروب في 100 وهيدخل على الصامنج بوينت بموجب. هنروح بعد كده ناخد مثال ثاني. المثال الثاني ده زي ما انت شايف البسط ثابت، المعادلة في المقام او المقام مترتب ترتيب تنازلي، كل الحدود موجودة. زي ما احنا شايفين عندي اس بكام؟ هنا اعلى تفاضل 5، يبقى الان بخمسة، يبقى الاي 5 في 5 بي 5 في 1 السي 1 في 5 الدي 1 في 1 بزيرو مش موجود. لو بصينا هنا اعلى تفاضل اس اس 5، لو بصينا المعامل اس اس 5 بواحد يبقى المعادلة صحيحة او بالشكل الصحيح. ممكن احطها في الستيت سبيس ريبريزنتيشن، الطريقة دي اسميها كنترولابل كانونيكال فور. يبقى مباشرة عندي كام ستيت؟ هيبقى عندي 5 ستيت اهو، وادي ماتريكس ايه 5 في 5. اروح للمقام يبقى سالب 30، هنا الواحد تبقى سالب 1، اس تربيع تبقى سالب 6، اس تكعيب يبقى هنا هتبقى سالب 9، ال 8 هتبقى سالب 8. وهبتدي ابدا بزيرو 1 والواحد يتشفت كده زي ما احنا شايفين. هروح للبي، البي اخر قيمة هتبقى 30 وعندي 4 زيروز فوق لان البي عبارة عن 5 في 1. هروح للاوتبوت اكس 1 بيساوي سي لان هنا الاوتبوت سي، هيبقى عندي كمان الخمسه ستيت وعندي ان واحد ناحيه الشمال والباقي زيروز. تعال نحلها بالطريقه التقليديه. يبقى عندي كده ترانسفير فانكشن صحيحه. هبتدي اقول ان هي لابلاس الاوتبوت على لابلاس الانبوت عندي بالشكل ده. هضرب الاوتبوت في المقام والانبوت في ناحيه اليمين تطلع بالشكل ده. احولها المعادله التفاضليه تطلع بالشكل ده. هيبقى عندي اعلى تفاضل هنا 5، يبقى عندي 5 ستيت تمام. وما انساش لو انا بادئ بمعادله تفاضليه لازم يبقى معامل اعلى التفاضل بواحد. هيبقى عندي 5 ستيت، ادي الستيت الاولى عباره عن الاوتبوت، الستيت الثاني تفاضل الاوتبوت، بعد كده الثالثه اهو، الستيت الرابعه، الستيت الخامسه هي التفاضل الرابع للاوتبوت. يبقى عندي 5 ستيت. هروح ناحيه اليمين ابتدي افاضل العمود ناحيه الشمال ده ابتدي افاضله.
يبقى سي دوت من هنا عباره عن اكس 2. هفضل المعادله دي، سي دبل دوت هي اكس 3، عندي اكس 3 دوت هي سي تريبل دوت تبقى اكس 4، عندي كمان المعادله دي هفضلها تبقى كده، او التفاضل الرابع لسي عباره عن اكس 5. بعد كده هروح للمعادله التفاضل الرابع لسي افضله كمان يطلع التفاضل الخامس لسي. لو لاحظت دايما المعادلات هنا هتلاقي في ترتيب، تبدا دايما من اكس 2 وهكذا لغايه تحت، ودايما اخر ستيتمنت فاضله تبقى معادله، يبقى دايما هتبدا من اكس 2 وانت نازل اكس 3 اكس 4 اكس 5. اخر معادله دايما دي هتيجي من المعادله التفاضليه سي او التفاضل الخامس لسي، هيجي من المعادله دي، يبقى اخد باقي الترمز كلها واديها بالسالب الناحيه اليمين ويطلع بالشكل ده. هبتدي اشيل كل سي وتفاضلاتها هنا بالاكس 1 واكس 2، تطلع بالشكل ده. تمام، بعد ما انا اشيلها اعمل ايه؟ هنا دي عباره عن داله في اكس 1 واكس 2 واكس 3 واكس 4 واكس 5 والانبوت. تمام، هبتدي ارتب ترتيب عندي من اكس 1 لاكس 5 والانبوت يبقى في الاخر. حتى لو ظهر هنا في المعادله اكس مش موجوده، يعني اكس 3 مش موجوده، لا احطها في ترتيبها واحط الكوفيشن بتاعها او المعامل بتاعها عباره عن زيرو. تمام، عشان اقدر احط الماتريسيز بشكل صح، وبالتالي هنا المعادله الاولانيه احطها في الفورم الصحيح، بمعنى ان انا لازم احطها في داله من اكس 1 لاكس 5 والانبوت، يبقى احطها في الخمسه ستيت والانبوت. تمام، يبقى الواحد هيبقى مع اكس 2 بس، المعادله الثالثه اكس 3 بس اللي هيبقى مع 1، اكس 4 بس اللي هيبقى مع 1، هنا اكس 5 بس اللي هيبقى مع 1 والباقي زيروز. احول دي لماتريكس فورم، ما انساش الاوتبوت بيساوي اكس 1 بيساوي سي. لو انا حولتها لماتريكس فورم هيطلع بالشكل ده زي ما احنا شرحنا قبل كده، وزي قلنا المقام هو هيتحط بالسالب، وعندي البسط هيتحط هنا، والاوتبوت هيبقى دايما واحد هنا. لو انا حبيت ارسم المعادله دي هيبقى عندي خمس معادلات تفاضليه للخمسه ستيت، خلي بالك هنا التفاضل كله من الدرجه الاولى، وعندي الاوتبوت اكس 1 بيساوي سي. هبدا بسامنج، خارج السامنج عباره عن ايه؟ اخر ستيتمنت فاضله، اخر ستيتمنت فاضله اللي هي اكس 5 دوت، هبتدي اكملها احصل على اكس 5، اكس 5 عباره عن اكس 4 دوت وهكذا لغايه ما اوصل عندي لاكس 1 النهائيه، هي الاوتبوت او هي سي عموما. هيبقى عندي خمس تكاملات زي ما احنا اتعود. السامنج دي خارجها اكس 5 دوت، طب 5 دوت جايه من فين؟ من المعادله دي. يبقى المعادله دي هدخلها على السامنج، يبقى ابدا باكس 5 اهي داخله مضروبه في كام؟ في 8 اهي، وده راجع بالسالب، معنى اكس 4 مضروبه في 9 وراجع بالسالب، اكس 3 مضروبه في 6 وراجع بالسالب، اكس 2 مضروبه في سالب اهو، مضروبه سوري في 1 وراجع بالسالب، اكس 2 مضروبه في 1 وراجع بالسالب. خلي بالك هنا ممكن احط 1، الواحد يتحط جوه مثلث كجين واحد، او ممكن ما احطش المثلث ده مباشره، اعمل توصيله كده. التوصيله المباشره دي او الشورت سيركت او الفيدباك المباشر ده اسمه ايه؟ يونيتي فيدباك، او الجين بتاعه بواحد حتى لو انا ما حطيتهوش. نروح لاكس واحد كده، ترجع كده اهي، اضربها في كام؟ في 30، وترجع بالسالب، ومعي كمان الانبوت مضروب في 30 زي ما انت شايف كده، وداخل بالموجب هنا. وبكده انتهينا طبعا من الكيس رقم 1. في الفيديو القادم ان شاء الله هنشتغل على الكيس رقم 2، ودي بيبقى فيها البسط مش ثابت، بيبقى كثيرة حدود برضه، بس درجته بتبقى اقل من درجة المقام. وهنعمل اناليسيز وازاي احول من ترانسفير فانكشن او معادلة تفاضلية مباشرة لستيت سبيس، وكمان هنتعلم ازاي نعمل اناليسيز ونشتغل بالطريقة التقليدية. واتمنى تكونوا استفدتوا من الفيديو، وشكرا جزيلا.